يسعد صباحك رشا. صباح الخير هايدي، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ رواء الحمد لله، انت كيفك؟ ان شاء الله دوم لك رواء. احنا دائما هيك بنبلش نهارنا بطاقه ايجابيه، بنبلش نهارنا بابتسامه. دائما احنا بنقول الابتسامه هي صدقه لكل الناس اللي حوالينا. دائما احنا بجوز ما قادرين نغير الظروف يلي عايشين فيها، ولكن بنسعى دائما بالامل انه يكون يومنا حلو ويكون يومنا مليء بالطاقه. صباحكم خير، وصباحكم دائما يحملكم كل الانفراجات على كافه الاصعده، ويا رب يحمل هذا النهار جبران الخاطر لنا ولكم. رحلتنا بلشت معكم الصباحيه وفقرات، ان شاء الله يا رب تكون على ذوقكم، واكيد تصبيحاتنا لكل الفريق اللي مرافقنا بالكنترول. يسعد صباحكم وسام ورهف. يسعد صباحك عن جديد رشا. اي شيء بتركزوا عليه بالحياه بيتحقق على طول، لهيك خليكم دائما مركزين على الجوانب الايجابيه بحياتكم يلي بتخليكم اقوى بوجه كل شخص بيحاول انه يقلل من احلامكم وطموحاتكم. والرد الافضل على هدول الاشخاص لازم يكون بالنجاح، لانه النجاح هو اعظم واحلى هديه لكم واكبر درس للاشخاص المحبطين اللي حواليكم. يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح النجاح والتفاؤل، صباح اللمه الحلوه اللي بتعكس محبه السوريين لبعض واللي يبلشوا صباحاتهم بالأمل. والبداية دائما مع صباحات الشام وصباح الخير سوريا. مشاهدينا منطلع لفاصل صغير ومنرجع لنبدأ ولفقراتنا لليوم. قد حلو الشام ضمن هذا الفاصل، قد هيك بنستذكر ايام زمان قبل الازمه، كيف كنا عايشين، كيف كان السوريين عايشين بامان، وكيف كنا نروح ونجي بكل عفويه. ما كنا اليوم هيك نحسب حساب اي شيء، ممكن ما كنا نعرف الخوف. اليوم هيك من خلال هذا الفاصل رجعنا لذكريات كثير حلوه، ان شاء الله الامن والامان يعم سوريا الحبيبه. وقبل ما نروح لبدايه فقراتنا وضيوفنا، خلونا نروح لفقره هل تعلم ونشوف اليوم فريق الاعداد شو حضر لنا من معلومات لليوم. هل تعلم بأنه للفيتامين A العديد من الفوائد على صحتنا؟ فهو بيساعد على تقوية عملية الإبصار وتحسين أداء العين، لكن أهم أعراض نقصه بالجسم الإصابة بالعمش الليلي يلي ممكن يصيب الإنسان بجفاف العين. وتعويض نقص هذا الفيتامين بيكون بتناول الجزر، الأوراق الخضراء، شرب اللبن والحليب. بكل يوم ضمن معلوماتنا لابد تمرق معلومة عن الضحك وفوائده، ومعلومتنا لليوم بتقول هل تعلم بأنه الضحك يمحو كلياً التشنجات العضلية والتقلصات التي تكون في الأصل هي السبب الرئيسي لظهور آلام الظهر والرأس والرقبة. وهل تعلم بأن الزعفران يحتوي خصائص مضادة للكآبة، حيث يعمل على زيادة مستويات مواد كيماوية معينة في الدماغ ومنها السيروتونين. وأخيراً هل تعلم بأن رائحة النعناع تحفز عملية التركيز لدى الإنسان، وبأن المنتجين في بعض المصانع في اليابان يستخدمون بخاخات من محلول النعناع لزيادة تركيز العمل وبالتالي زيادة الإنتاج. أما هلأ رشا رح ننتقل لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. اليوم 25 كانون الثاني، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1915 ألكسندر جراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. بعام 1919 تأسيس عصبة الأمم. بعام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي. وبعام 2019 انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم، من عام 1949 بول نيرس، عالم كيمياء حيوية إنجليزي وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 2001. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم، من عام 1982 عبد الوارث عسر، ممثل مصري. وبأولى فقراتنا رح نروح لنسلط الضوء على مفهوم التواصل. كلنا بنعرف هايدي انه نحن
بشر، ودائما عندنا الصفة الاجتماعية موجودة بحياتنا، إن كان من نشأتنا الأولى، بين العائلة، بين المجتمع، بين زملائنا، وأيضا مفهوم التواصل هو اللغة بيننا وبين كل المجتمع يلي حوالينا. اليوم رح نحكي عن أهمية التواصل وكيف نحن قادرين اليوم نمتلك أدواته بشكل الصح ونقدر نستخدمها بالمكان الصح. اليوم نحن بدون لغة التواصل أكيد نحن ما لنا قدرانين نكون بهذا المجتمع عم نأدي واجباتنا بشكل صح. صحيح يا رشا، مهارة التواصل هي مهارة شخصية بيحتاجها كل شخص لحتى يعبر عن آرائه وأفكاره ووجهات نظره أو مشاعره بالطريقة المناسبة والصحيحة. ممكن رشا تكون هي المهارة فطرية أو ممكن تكتسب من خلال البيئة المحيطة اللي نحن عايشين فيها. أكيد. ممكن كمان فينا نقول إنه التواصل الفعال بيفرق عن التواصل العادي اليومي اللي نحن بنتواصله، من خلاله ممكن نوصل أثر إيجابي بالحياة. أكيد هايدي، اليوم رح نحكي عن هذا المفهوم. اليوم نحن حتى هدول القصص بدون تدريب، يعني نشوف مفهوم التدريب هو لحاله لغة. يعني نحن اليوم كل ما تدربنا على نقدر نفهم الأشخاص الحوالينا، نقدر نحن نعرف اللغة اللي نحن قادرين إنه نتفاهم فيها. في كمان تواصل لفظي وغير لفظي، إن كان بالإيماءات، إن كان بالصور، إن كان بالكلام وغيره. أكيد اليوم ضيفتنا صحيح رح تعرفنا عليهم أكثر، ضيفتنا دكتورة بالإرشاد التربوي مريم حاج عثمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. بونجور، كيفك؟ بونجوريني. هلا تمام. هلا اليوم انت ملكه التواصل كما بيقولوا. يعني بشوفك على الفيسبوك، الكورسات اللي بتساويها، محتاجين هالمهاره اكيد. قد ايه اليوم نحن بحاجه لهي المهاره بحياتنا لنقدر نكون بالمكان الصح ونقدر نستخدمها بالوقت الصح؟ هلا هي مهاره التواصل هي مهاره بتحسن انا اتدرب عليها ومين ما كان يتدرب عليها، ولكن ممكن تكون ملكه عند ناس جايتهم فطريا وفي ناس تحسن تتدرب عليها. خلينا نقول شو هي التواصل. خلينا نحكي عن المفهوم بشكل عام. تمام. التواصل هو بحاجه، يعني الانسان مهما كان عمره هو بحاجه لتواصل، ان كان ببال صغير لحد قد اكبر عمر ممكن نحن نصادفه بحياتنا. فهي نقل معلومات، تواصل فعال خلينا نقول، هو نقل معلومات، نقل اراء، نقل افكار، حتى مشاعر من فرد او عده افراد الى فرد او عده افراد. خليني أقول لك كمان أنه هو التواصل الجيد أو الفعال هو نسبة 85% من نجاحنا بالحياة. يعني أنا ممكن الشهادات اللي حصلت عليها، كان ماجستير ولا دكتوراه ولا وصلت لأي مرتبة من العلم أو من المهنة، فهي 15% من نسبة نجاحي، ولكن نسبة النجاح الأكبر هي 85%. يعني أنا عندي معلومات كثيرة ولكن ما لي أقدر أوصلها. أنا إنسان خلوق، أنا إنسان محب، أنا إنسان جيد، ولكن ما لي قدران وصل هذا الشيء اللي عندي إياه للآخر. فنسبة نجاحنا كأشخاص بالحياة هي 85% مع التواصل الفعال. هي وهو كمان وظيفة، أو خليني أقول هو حاجة اجتماعية. الإنسان مجبول على طبيعته، فطرته اجتماعي، هو اجتماعي بالفطرة، هو متعلم بالفطرة، والاجتماعي هو متعلم بحاجة إلى تواصل جيد. اللي قلتي انت مثلا نحن عندنا مدربين، كيف بدنا نوصل معلومه للاشخاص مهما كانت شرائحهم، مهما كانت افكارهم، مشاعرهم، بيئاتهم، ديانتهم، عقائدهم، لحتى توصل له نفس المعلومه وياخذها ويتقبلها منك. فانت بحاجه لادوات تقدري توصلي لاكبر شريحه ممكنه من هدول الاشخاص. طيب كنا عم نحكي بالمقدمه انه في انواع للتواصل، ان كان لفظي او غير لفظي، تخبرينا عنهم اكثر. هلا لفظي وغير لفظي هو انواع من التواصل. طبعا انا عندي كتابي، حتى يعني عندي لفظي وغير لفظي وعندي كتابي. دائما بنقول الكلام مو هو التواصل، يعني انا اللي عم بحكي كلام، نعم هو عم بتواصل مع حضرتك بالكلام، احيانا النظره بتكون تماما تواصل. انا ممكن بوجهلك رساله من خلال نظرتي، اعطيكي موضوع ينكتب فيه 1000 صفحه بنظره، وممكن باشاره واحده، ممكن بحركه نظراتك شوي. تماما. فالفكره اني انا هون ملعبي، هون وظف المهاره اللي انا عم بتدرب عليها. طبعا برجع بقول هي مهارة الكل قادر يمتلكها، ولكن تحتاج كل مهارة لتدريب. فأنا عم بتدرب عليها، بقدر وصل الشيء اللي بدي اياه بطريقة لائقة مقبولة، بطريقة جيدة، بطريقة يعني تصيب لب الشيء اللي أنا بدي اياه. دائما أنا بدي وصل معلومة، أنا بدي وصل لك أقرب ما يمكن من معلومة بتفكيرك، بآرائك، بمشاعرك حتى. لازم أنا وصل لك يا هون بما يتقارب مع بيئتي ومشاعري و و و. فهي الفكرة أني أنا عم بعطيكي انا خلينا نقول انواع التواصل، انه لفظي انا بالكلام، بس الكلام ما بياخذ كثير حيز على فكره، بياخذ حيز 7% ل 8%. يعني انا فيني اقول لك نفس الكلمه ولكن بمشاعر مختلفه او برسائل مختلفه. يعني على سبيل المثال اذا انا قلت لك هلا صباح الخير، وشي تماما رياكشنات وشي مضبوطه، مع حركات جسدي مضبوطه متوافقه مع تون صوتي،
فوصلت الرسالة إني أنا عم بقول لك صباح الخير، فعلاً صباحي فيه خير. يعني لغة الجسد هون مهمة تماماً. هلأ هي 7-8% كلام، عندي 38% ل40% هي نبرة صوت، يعني حالك صباح الخير، يعني هي كلها سماوية وكلها فيها رسائل إني أنا عندي فيدباك لإلك، بالنسبة لإلك أنا ما منيح بس أنا عم بعطيك إياه بضمن رسائل مبطنة. أو تكون تعابير وشي ما لم طابقة لطونة صوتي، ما لم طابقة لكلامي، فبالتالي لغة الجسد تأخذ حيز من 60-55%. فهي لغة الجسد تفضح البني آدم إلا إذا تدرب عليها طبعاً، يعني هدول المحترفين فينا نقول المحترفين كثير فينهم يضبطوا، وإنما ممكن تفلت منهم كثير إلا ما يوقع يعني. تماماً، لغة الجسد مقروءة بشكل كثير كبير أكثر من الكلمات وحتى نبرة الصوت. طيب حكينا بالأنواع، ولكن اليوم أنت خلال عملك مشوفك دائما عندك كورسات وعندك تدريب لصبايا. اليوم وقت اللي بنبلش نحن كورس لتعليم مهارات التواصل، شو هي الأساسات اللي حضرتك بتتبعيها كرمال نحن اليوم نستفيد منها نحن كأشخاص؟ نحن اليوم كتير بعملنا قديه مهمة هاي القصة، يعني كتير مهم كتير مهم. خليني بلش بشي اسمه اللوك العام، يعني أنا كيف بدي روح لمكان معين لازم يكون الثياب اللي لابستها تكون مناسبه لهذا الموضوع، لانه العين هي اللي بتخليني اقول، هي اللي بتحكي، هي اللي بتقرا. فلازم يكون على الاقل انا رايحه لمكان يكون لبسي مناسب للمكان اللي انا قاعده فيه، زائد الانصات. يعني نحن دائما لو استمع، كون مستمع جيد، مو مشان ترد، يعني هلا انا عم حكيكي مو مشان نرد على بعض، ولكن لنتفهم بعض ونقدر نوصل افكار. خليني اقول انه تكملني وتكملني. فهو انا لما بانصت او بستمع جيدا انا بكون عم بستمع لافهم مو لرد. كثير مهم هذا الموضوع، والاستماع الجيد اللي بيعطيني هو بين الاصغاء والانصات. خليني اقول الاصغاء بيفترق كثير عن الانصات، والكل بفكره انه هو ذاته. الاستماع هو ادنى درجات التواصل، وأدنى درجات التواصل. الاستماع يعني أنا بقصد استمع لك، ولكن عقلي مو معك، انتباهي مو معك، ماسك الموبايل وقاعدة عم اشتغل فيه، أو مثلا عيوني رايحة هون وهون، ما في تواصل بصري. فهذا استماع، أنا قصدي أني استمع لك ولكن نص حكيك رح يروح لك عفوا شو حكيتي. وهون انت حطيتي حالك بمكان ما حلو، انك دائما تقولي عفوا انا ما كنت معك، عفوا ترد تعيد الحكي، فحيعرف اللي قبالك انه انت مو سمعتيني، انت ما عم تاخذي كلامي بجديه. على فكره وخاصه الاطفال، يعني نحن دائما نتواصل مع الاطفال كمان ماما طلعي فيني، وماما دائما التواصل البصري كثير مهم مع الطفل. تماما، واعطيه انصات. هلا اذا بدي اقول الاستماع هو ادنى درجات التواصل، خليني انتقل للاصغاء. الإصغاء هو أعلى من الاستماع، لأنه الإصغاء أني أنا عم بستمع لك بكل مشاعري، بكل أفكاري، بكل شيء أنا بشعر فيه وفكر فيه أنا معك. ولكن الإنصات أعلى درجة للتواصل، اللي هي أني إنه أخلق بيئة داعمة للإصغاء، أني خفض المشوشات، أني أخذك على جنب وأفهم منك أكثر. فهون أنا إذا فهمت هالدرجات هي أنا بعرف كيف أتواصل معك بشكل كتير حلو وكتير فعال. كتير مهم كمان أني أنا نادي لك باسمك لما بدي احكي معك، كثير حلو ومحبب لما بدي نادي لك يا رشا يا نعم كذا كذا، يا هايدي نحن هي الفكره كذا كذا، بتعمل تواصل حلو وبتعمل سمعة حلوه. هلا هو التواصل الفعال شو هو؟ هو انه شو عم بيحكوا عني العالم بعد ما اروح، شو عم يحكوا. تماما، هي الفكره السمعة، اني انا عم بترك اثر، بصمه، سمعة حلوة عند الآخر، إنه كيف عم بيطلعوا فين العالم وشو فكرهم عني. فهذا هو التواصل الفعال. كثير مهم كمان قبل ما أنا اني رد عليكي باي شيء وانا عم انصت لك، خليني اقول انصات، اني انا افكر شوي قبل ما اخذ اي خطوه بالرد، عشان ما يصير عندي عدم ثبات انفعالي، خاصه اذا كان في عندي شويه غضب. خدي شويه تنفسي وبعدين ردي على الشخص اللي بدك تردي عليه، طبعا باداب القياسه واللباقه. طيب خلينا نحكي اكثر عن اهميه التواصل الفعال بسوق العمل. يعني اليوم بنلاقي اغلب الخريجين لما يروحوا على سوق العمل بتلاقي يعني شيء مختلف تماما رشا، ما عندهم هي المهاره يمكن بالتواصل الفعال، كيف ممكن ينموا هي المهاره اليوم؟ هلا برجع بقول هي مهاره فيني انا اتدرب عليها، اذا انا اخذت كورسات او انا اذا حضرت فيديوهات، عرفت شو هي الادوات او قرات كتب عن الموضوع. اكيد انا بمتلك الادوات ولكن ما بمتلك تطبيق هالادوات، هي بتجي بالممارسه. لازم انا بلش بارض الواقع
طبق هذا الشيء. هلا بسوق العمل كثير مهم التواصل، انا كيف بدي اقنعك بالمنتج تبعي او كيف بدي اقنعك فيني، انا جايبت لك سيره ذاتيه وبدي افوت لمقابله عمل، فكيف بدي انا اقنعك بحالي اذا انا ما عندي تواصل جيد، ما بعرف اتصل بتواصل. يعني بتلاقي معدلاتهم عاليه ما بيكون عندهم هالتواصل، بينما شخص ثاني معدله يعني قليل وبيكون خبره اكثر. هلا بنتمنى بالجامعات والمدارس تكون هي ماده من المواد التي تدرس، لانه برجع بقول لك نسبه نجاحي كانسان بالحياه 85% نسبه كثير كبيره، ونحن شفناها بدكاتره الجامعه مثلا، بيكون كثير بروفيسور رائع وعنده معلومات بتجنن، ولكن ما قدران يعمل تواصل فعال مع الطلاب، وما قدران يوصل معلومه مع انه هو كثير عبقري، وبالعكس تماما ممكن ما يكون عنده معلومات ولكن قدران يوصل ولو بدا افكار للطلاب او لسوق العمل اللي عم بياخده. فانا المنتجات اللي بدي اقولها بسوق العمل كيف بدي اقنعك فيها، فبتيجي اهميه التواصل اني انا اقنعك بفكرتي، اقنعك بحالي، اقنعك بافكاري او مشاعري، اقنعك بردات فعلي، اقنعك فيني انا اذا بدك توظفيني ولا لا، اقنعك بالمنتج اللي انا عاملته انك تقبليه ولا لا. فاهميه التواصل كثير حلوه، كمان اني انا اتعلم. نحن قلنا هلا قبل شوي انه التواصل مهم، ليش؟ لاني انا كائن فطري اجتماعي ومتعلم، انا بحاجه للتواصل لحتى اتعلم. كثير مهم كمان بالتربيه، كثير كثير مهم، يعني اكثر ما متخيلي انه هو مهم جدا اني انا اعرف اتواصل مع اطفالي، لانه انا اذا ما عرفت اتواصل مع اطفالي فانا حاخلق مراهقه متعبه كثير كثير، وبالتالي حينقطع حبل التواصل بيني وبين هالمراهق وحصير شاب وما يستفيد من خبرات امه وابوه او المربي القائم على تربيته. فكثير مهم التواصل. بعد هاي الابتسامه خلص قنعتيني. طيب خلينا نحكي اليوم عن دوركم كمدربين كوتش. اليوم حضرتك غير، يعني اليوم حضرتك بمونتسوري، حضرتك بالتنميه البشريه. نعم. اليوم وقت اللي بيكون عندك دوره تعريفيه وحبيتي اليوم تعملي محاضره، اليوم قد ايه احنا مهم دائما نضوي على هي النقاط، وقد ايه دور اليوم المحاضرات، دور الاعلام لنعزز مفهوم التواصل بالمجتمع؟ تمام. هلا بكل دوراتنا نحن تقريبا كمعلمين او امهات او المونتيسوري اللي عم تفضلتي فيها او اي تنميه بشريه او تنميه اجتماعيه ذاتيه، خليني اقول دائما نحن بنضوي، دائما بيكون فقره كبيره عندنا من فقرات التواصل، خاصه التواصل، لانه انا ما بقدر اني انا ابني معك شيء او اعمل معك عمل او اعمل معك صداقه او زماله بدون التواصل. فكثير مهم انه نضوي على نماذج الاشخاص او انماط التفكير او انماط الشخصيات بالي. فانا نمط شخصيتي بيختلف عن نمط شخصيتك تماما، فانا لما بدي اعطي محاضره المفروض كمحاضر يكون عنده انماط شخصيات بيعرفها لحتى قدر المستطاع يقدر يغطيها كلياتها، لانه القاعه عندي مليانه مختلفه شرائح. تماما، فئات وشرائح من انماط الشخصيات وانماط التفكير، واللي بيتقبلك واللي ما بتقبلك، واللي بيحب الصوت العالي واللي بيحب الصوت الهادي، وهدول الامور والافكار اللي كثير انت بدك تعطيها ولكن بحسب نمطيته. فكثير مهم لحتى تعرفي تتواصلي بشكل فعال، كثير مهم تتعرفي على هدول الانماط لحتى تحسني تغطيهم كلياتهم وتكوني مقبوله نوعا ما. اذا كنتي مقبوله 70-80% فانت عملتي تواصل جيد بالممتاز، ولكن اذا كنتي 20-30 وطلعوا طلابك من المحاضره ما عم بيحكوا عن شخصيتك كيف عم تعطي الفكره، فانت بحاجه لمهارات تواصل اكيد. فالانماط الشخصيه اللي كنت انا مثلا بعرف هذا الشخص حسي بصري سمعي كيف ممكن انا اوصل له، مثلا مثل السمعي بحب المنطق والحجه، فانا اذا كان حديثي بدون منطق وحجه وفي بين الشرائح اللي عندي انا اكيد في سمعي، انا لسه ما تعرفت عليهم ولكن في بيناتهم سمعي، فانا بحاجه لبرهان حجه دليل. البصري بحب انك تكوني حركاتك اكتف كثير، بحب السرعه، فانا لازم بلش اعمل السرعه شوي، احط حجه شوي، الحسي اعمل له تمارين شوي لحتى فعلا غطي هذا كلياته. كثير مهم، برجع بقول كثير مهم التواصل بس، ولكن لازم تعرفي كيف تبلشي من حالك، من نمط شخصيتك، وتعرفي شو الثغرات اللي عندك السلبيات اللي ترمميها، لانه مو معقول انا اخذ ادوات ممكن ما بتشبهني. يعني انا مثلا بحكي عادي، فاوكي لا تحكي عادي، احكي شوي سريع، طب انا بتدرب عليها، ولكن انا كانسانه ممكن اكون هاديه، فانا اذا بدي اشبه غيري فراح يصير مبتذل، راح يصير مكشوف، فقدر المستطاع اخذ هالادوات بحسب نمطية شخصيتي وبلش وظفها بحسب أنا شو بقدر أني أنا أعطي، وبالتدريب كل شيء بيجي. طيب بالنسبة للتواصل المباشر، يعني وجه لوجه، ممكن يكون أصعب أنواع التواصل، في ناس كتير ما بتعرف تعبر عن رأيها، كيف ممكن يكسروا حاجز هالخوف في حال كان عندهم لقاء أو عمل معين؟ هلأ هدول الأشخاص بالذات بيقولوا تدرب قبل ما تطلع تحكي.
يعني تدرب على المراية. وقف على المراية. وتدرب على المراية. هلا بيقولوا لك إن إحنا مجانين. لا لا. ليش سكر باب غرفتك؟ حالنا يعني إحنا أول تحت سوينا على المراية نحن. كإعلام أنا بعرف إنه بيحكوا قبل ما يبلشوا تصوير فعادي إني أنا أحكي بصوت مسموع الكلمات اللي أنا بدي أحكيها لأني أنا بدي أمتلك مهارة فبالتالي أنا بدي تكرار وتوظيفها بكذا موقع لحتى أنا أمتلكها. فالفكرة إني أنا ممكن على المراية ممكن أنا سجل. أنا دائما بقول لطلابي سجلي فيديو إلك ولا تشوفي دغري. شوفي بعد يومين لحتى تعملي فيدباك لحالك وتنقضي حالك تعرفي وين الثغرات وين التلعثم بكلامك وين الوقفات الكلامية المتكررة اللي بتقوليها يعني عرفتي كيف هدول بيعملوا عائق بالتواصل. صحيح. فأنا كتير مهم أعرف شو اللزمات بكلامي إني وقف عليها. ممكن ضل بربش عيوني بس أنا كان عندي هذا الشيء إنه بعمل هذا الشيء فأنا ضلني متيقظة لهذا الموضوع لحتى يكون في تواصل بجد فعال ويحسن اللي قدامي ياخذ الكلمات مني وياخذها بالقصد اللي أنا بدي إياه. طيب دكتورة خلينا نروح شوي للمعوقات. أكيد بمفهوم التواصل ايضا في معوقات ان كان من خلال الكورسات اللي عم تساويها. انا كنت اسالك عن الحضور اللي بيكون ضمن المحاضرات. حكينا انه في انماط متعدده وفي شرائح. اليوم شو اهم المعوقات اللي عم تصادف فيها ان كان مع الطلاب وان كان ضمن هذا المفهوم؟ هلا اهم المعوقات هي اني انا دائما قاطع. يعني بتلاقي الشخص ما بيعرف امتى يبلش يعطي رايه ما بيعرف امتى يقاطع. فالمقاطعة بضمن الحديث أو ضمن أي فكرة أنا عم بعطيها بتكوني أنت بذروة الفكرة بدك تعطيها فبيجي الشخص بيقاطعك. هون أنا كمحاضر إلي تكنيك أنا بعرف كيف أشتغل فيه ولكن الشخص اللي بده يقاطعك لازم مفروض يعرف إمتى يقاطع لتكفي حديثك لتكفي فكرتك وبعدين يقاطع بطونة صوت مقبولة. هلأ بدي أقول إنه هل ترى استخدم طونة صوت مقبولة عالية ولا منخفضة هي حسب الموقع. يعني بمحاضرة ممكن يكون صوتي أعلى من اللازم بجلسة فردية مع شخصين ثلاثة ممكن يكون صوتي منخفض شوي. فالفكرة أني أنا معوقات ممكن أنا ما عم بعمل إنصات ممكن أنا عم بعمل بمحاضرتي في ملل ما في تمارين ما في كسر للروتين فممكن يكون معوق. المعوق الأهم إذا كانت الشغلة فردية أني أنا دائماً أقول لك لا أنقضك لومك يعني أنت جاية تفضفضيلي وأنا جاي أقول لك لا أنت الحق عليكي. أنت دائماً نحن بنقول بالتواصل الفعال تعال مع الشخص اللي عم بيحكي معك قل له ايه معك حق يعني وافقه بس طب كلامه مو منطقي وافقه مبدئيا بعدين قل له شو برايك لو كنا نعمل كذا وكذا وكذا مو كان افضل اذا عملنا 1 2 3 4 ممكن حصلنا على نتائج وكذا وكذا وكذا. فانا بين له هذا الموضوع ولكن اجي معه لاسحبه لعندي. فنحن اللي بيصير معنا انه لما بنتناقش او بنعطي اي محاضره او الاتجاه المعاكس نتناقش نتقاتل فبصير بس بده يرد. هلا انا هون بدي اوقف شوي لما بس بدي يرد بصير هون بدماغي اني انا كيف بدي اجهز الادله والبراهين وا 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 لحتى انا افهمك لحتى انا رد عليك ما صار انصات. ممكن انت حكيتي فكره لو انصدت الله انا هذا كلياته كبه انا ما اشتغل فيه ابدا ولكن انا لما عم بحضر الفكره اللي بدي رد فيها عليكي انا ماني سمعانتك اصلا ماني سمعانتك انت او 50% ما وصلتني الفكره اللي انا هلا حكيتها. تمام. في كثير ما عم بيتناقش ويتحاور بقول لك انا هلا حكيتها شو حكينا يا جماعه هلا حكيتها الفكره هو مو منتبه ما له مركز لانه هو عم بيحضر الرد بدماغه. فالمهم انه كثير مهم انه انا اسمع للاخير اخذ شويه وقت بعدين رد. هذا بيعطي ثقه. لما بتردي بثقه بتكوني مقنعه اكثر فالشخص اللي قبالك بيحب وبيستمتع بالكلام معك. طبعا لحتى يستمتع الشخص بالكلام معك كثير مهم انك تكون في عندك مجامله بسيطه بس بدون ابتداء مجامله بسيطه كثير حلوه تقدير للشخص انك تركزي معه ما تكوني ماسكه قلم قاعده عم تطقطقي فيه او ماسكه موبايلك هي امهات كثير بنشوفها ايوه وانا ماسكه الالواح الذكيه بايدي. فهذا هي معوقات كثير كبيره ممكن انا بعدها لحتى احسن اعمل التواصل فعال وجيد. يعني هون خلينا نحكي عن اهميه الانصات او الاستماع الفعال لجانب التواصل. بتلاقي كثير اشخاص يعني ما بيسمعوا ممكن يناقشوا ينقدوا يغيروا موضوع الحديث مباشره. قديش مهم اليوم الانصات معنا يمكن هي الثقافه لازم يمكن نميها اكثر حتى كمان ممكن ننتبه للغات الحركات الجسد اكثر حركات الوجه والايدين. تمام. هلا لما بكون حركات جسدي مع صديقه غير ما
تكون مع زميل بالعمل غير لما تكون مع البوس او المدير معي، فانا بدي اكون حذره بهذا الموضوع. هلا الانصات لازم يكون عندي انصات، على الاقل اصغاء، يعني اذا انا ما عندي انصات في بيئه مشوشه، على الاقل انا استمع لك بكل مشاعري وبكل افكاري وكل شيء، يعني كلها خلينا اقول كل جوارحي مثل ما بيقولوا. فعن جد انا افهم عليك وتفهمي علي ولو كان 60 70% هي نسبه لا باس فيها، وانما انا لما بدي ما اعمل انصات ولا اصغاء، بدي اعمل بس استماع، اني قصدي اسمع لك 50% من كلامك انا ما فهمته، فبالتالي ما عاد وصلتني الشيء اللي بدك اياه، وبالتالي انا ما عاد وصلني الشيء اللي بدي اعطيك اياه. هلا في كمان فكره كثير لازم نضوي عليها، هي الاتصال والتواصل. الاتصال بيفترق عن التواصل. التواصل هلا الكلام انا وياكي، انا عم بس انت عم تسالي انا عم برد لك، ولكن الاتصال هو فقط من جهه واحده، اني انا بلش اعطيكي افكار، بلش اعطيكي معلومات مثل التلفزيون مثل الراديو، ولكن لو كان هذا الاتصال جيد حتلاقي عالم صاروا يتواصلوا معكم، عيدوا لنا هذا البرنامج، عيدوا لنا هذا المقدم، بيصيروا بيسالوا اسئله. فالاتصال الجيد هو اللي بيعمل التواصل الجيد. تمام، بدنا نشكرك كثير الاستاذه مريم حاج عثمان، دكتوره بالارشاد التربوي. يسعد صباحك. شكرا دكتوره لحضورك، ان شاء الله هيك نكون اصغينا بشكل جيد اليوم وقدرنا ناخذ الفكره، وتكون هيك الفقره اليوم قدرت كل الناس اللي عم تشوفنا نستفيد منها. شكرا لحضورك. اما نحن هيدي مكملين بفقرات صباحنا غير لليوم، اما هلا خلونا نروح لغرفه الاخبار لنكون معكم بموجز لاهم الاخبار المحليه والدوليه مع زميلنا علي معلا. يسعد صباحك يا علي. صباح الخير لك يا رشا. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الأعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي. وصف رئيسي خلال استقباله وزير الدفاع العماد علي محمود عباس في طهران العلاقات بين إيران وسوريا بأنها استراتيجية، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الصديق الحقيقي للشعب السوري ومستعدة أن تقف إلى جانبه خلال مرحلة إعادة الأعمار. بدوره قال العماد عباس إن سوريا تمكنت في ظل دعم الأشقاء والأصدقاء الحقيقيين من الانتصار في الحرب على الإرهاب. كشف مصدر في الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن 15% من مراكز التحويل في أحياء مدينة الحسكة ومختلف أنحاء المحافظة تمت سرقتها، أي أكثر من 1000 مركز من العدد الكلي البالغ نحو 7000. ولفت المصدر إلى أن سرقة مراكز التحويل الكهربائي ضمن المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا قسد أدت إلى حرمان الأهالي من التيار الكهربائي نتيجة قلة الإمكانيات والمستلزمات الخاصة بعمليات الإصلاح، مبينا أن المراكز التي يتم إصلاحها تتعرض للسرقة مرة أخرى، وكل ذلك يجري تحت أنظار ميليشيا قسد التي تنشر حواجزها ونقاطها المسلحة في معظم مناطق المحافظة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة الغربية. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن حكومة نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة، وستتخذ خطوات مهمة لزيادة المستوطنات الصهيونية هناك. وبحسب الصحيفة فإن أهم ما في خطة حكومة الاحتلال هو إقرار آلاف خطط البناء وضم ملايين الفلسطينيين إلى المعطيات الرسمية وإخراج الإدارة المدنية من وزارة الأمن. هذا ومن المتوقع أن يقر الاحتلال بناء 18,000 وحدة سكنية جديدة في الأشهر القريبة في الضفة. صرح مستشار القائم بأعمال رئيس دونيسك الشعبية يان غاغين بأن القوات الروسية تهاجم على طول خط المواجهة بأكمله على أراضي جمهورية دونيسك. وقال غاغين: نحن نشن هجوما على طول خط الجبهة بأكمله بدءا من الجنوب من مقاطعة زاباروجيا، كاشفا أن المواجهة احتدمت واشتد الهجوم أيضا في محور أوغولدار، وتتعرض منطقة أفدييفكا بدونيسك لقصف شديد، مضيفا أن الوحدات الروسية تشن أشرس هجوما في اتجاه مدينة إرتوموفسك باخموت.
نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك يا علي، وباقي نهار حلو لك. اما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه، وقبل ما نروح لمساحتنا الطبيه اللي كثير مهمه مع ضيف كثير مميز، اكيد حنروح لتقرير وللاذقيه. صحيح رشا، نحن نروح للاذقيه حيث كرم فرع نقابه المهندسين في اللاذقيه الطلبه من ابناء المهندسين بالشهادتين الاعداديه والثانويه. خلونا نشوف تفاصيل اكثر بتقرير زميلنا مازن محمد. احتفاء بالعلم وتكريم للمتفوقين، فرع نقابة المهندسين في اللاذقية يكرم الطلبة من أبناء المهندسين في الشهادتين الإعدادية والثانوية والخريجين الأوائل من كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. في هذه السنة كان لدينا عدد لا بأس فيه، حوالي 180 مكرم من الشهادتين الثانوية والإعدادية و13 الأوائل على خريجي الأوائل على كليات الهندسة بأنواعها المختلفة. طبعا نحن في نقابة المهندسين حريصون على تكريم هؤلاء الأبناء المتفوقون والأخذ بيدهم. هؤلاء امتهنوا التفوق وجعلوه طريقهم نحو المستقبل. طالما أن هناك تفوق دائما التكريم مستمر، ويجب أن يكون التكريم ثقافة مجتمعية دائما وأبدا، ونحن كتربية يعني سعدنا بهذا التكريم، ولا سيما أنه جاء مع انطلاقة الفصل الثاني لهذا العام، لنذكر دائما وأبدا بأن المثابرة والاجتهاد لابد أن يقطف صاحبها الثمرة. 180 طالبا وطالبة و13 خريجا بمجالات الهندسة يحصدون ثمار جهدهم. بيعطي كتير حافز إيجابي إلي لأتفوق بالسنة الجاية إن شاء الله، ودائما دوام بشكر أهلي وأمي على التعب اللي تعبوه معي خلال السنة. كتير بيعني لنا شيء هيك يعني كتير منيح، وبيعطينا دافع كتير لقدام لحتى نتفوق بالبكالوريوس وأكيد بالجامعة كمان ونخدم بلدنا. هذا التكريم يعني للكثير، خصوصا بعد أن نجحنا في بعلامات عالية في الشهادة الإعدادية، حيث نحن تعبنا كثيرا وقضينا الكثير من الأوقات ونحن ندرس ونتعب، وهذا التكريم هو مثابة الدافع إلى الأمام لكي نحافظ على تقدمنا ولبن الوطن بسواعدنا. نحن تعبنا وشفنا ونلنا، يعني هذا التكريم يعني له فضل كبير. التكريم مشجع لنا ان شاء الله لايام نشطه اكثر، ان شاء الله يعني نكون قدوه لغيرنا، ويعني نحاول نطور بلدنا اكثر واكثر. هذا التكريم كثير شيء حلو، انه انا ما كنت متوقع انه في تكريم وهيك، انه مكافاه حسيته لعلامتي ولتعبي طول السنه وسهري وهيك حبيته كثير. تقليد سنوي لتحفيز الطلبه ودفعهم للمزيد من الاجتهاد والعطاء ولتعزيز دورهم في عمليه البناء. وصلنا لمساحتنا الطبية اليوم، رح نحكي عن مرض شائع، خلينا نقول مرض العصر. كتير بنشوف أشخاص مصابين بمرض الديسك. اليوم هذا المرض للأسف بطل يعرف عمره، وصرنا نشوفه عند فئة كتير كبيرة من الشباب. دراسات طبية كتير أثبتت أنه ممكن يكون العامل الوراثي له كتير دور مهم بهذا المرض، وطبيعة العمل أيضا إلى تأثير، إن كان بالوقفات الطويلة إن كان بالأعداد أيضا الطويلة، حمل الأوزان كمان الكتير ممكن تسبب هذا النوع من المرض. اليوم ضمن التطور اللي عم نعيشه أيضا القطاع الطبي حدث عليه تطورات كتير مهمة بهذا المجال، وصار في عنا شيء اسمه استئصال الديسك التنظيري. شو هو هذا الاستئصال؟ ايمت المريض بيكون بحاجة لإله؟ وشو هو رحلة العلاج بهيك أنواع من أمراض الديسك؟ معلومات كتير مهمة حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم، وهو أخصائي الجراحة العصبية الدكتور تامر الأمير. تامر وحضرتك من أهل البيت، سعد صباحك حكيم. سعد صباحك دكتور. يعني بالبداية عم نحكي عن موضوع شائع اليوم ممكن نشوفه بنسبة أوسع ممكن دكتور عند الشباب أكثر من كبار السن، شو السبب؟ شو العادات أو السلوكيات اليومية اللي ممكن تسبب الديسك؟ عليك الحقيقة الديسك، نبلش من الأساس اللي هو الألم الظهري أو الألم القطن. طبعاً بيقولوا بالإحصائيات أنه ما في حدا في الكرة الأرضية إلا رح يعاني من ألم ظهري بمرحلة ما من حياته، والنسب الإحصائية بتقول 90%. الحقيقة من هال 90% أقل من 5% هو بيكون عندهم شيء اسمه الديسك. الديسك هو مصطلح، إذا بدنا نجي للمصطلح الأجنبي الطبي له، الديسك هو التعريف الحلقة اللي فيه المتواجدة بين الفقرتين والمادة الغضروفية اللي بينهم.
هذا المركب هو مركب فائق التقنية مثل ما بيقولوا. ليش؟ لأنه مهمته يعطيني الصلابة اللي بتحمل جسم الإنسان ووزن الإنسان، بنفس الوقت المرونة اللي بتميز الإنسان عن بقية الكائنات بأنه بيمشي منتصبا وبيقدر ينحني ويغير زوايا العمود الفقري. هلأ هاي الميزات هي هون اللي بتعطينا مشكلة فيما بعد عندما يتقدم العمر وعندما بيصير في أذية بهذا المركب. فلما بيصير في انفتاق بالحلقة وخروج لهالمادة الغضروفية، هون بيصير عنا اسمه انزلاق غضروفي. إذا بنقرأ الصور الشعاعية أحيانا في كثير ناس بتخبرني إنه شو الانزلاق الغضروفي، انزلاق غضروفي أو فتق نواة لبية. يعني القسم الغضروفي اللي آخذ شكل النواة ضمن هالحلقة بيطلع من مكانه وبيخرج للقناة الشوكية اللي بمر فيها النخاع الشوكي أو الكيس السحائي والجذور العصبية اللي مسؤولة عن حركة الأطراف، سواء عم نحكي عمود رقبي أو عمود قطني، يعني فوق بالرقبة أو أسفل الظهر. هذا الانفتاق وخروج المادة الغضروفية وضغطها على الجذور العصبية نحن اللي بنسميه ب العامية انه انا معي مرض الديسك. وهذا لازم نحن نميزه تماما عن آلام الظهر اللي بتكون ناشئة عن تشنج العضلات، اللي بيكون ناشئة مثلا عن ازيات رضية، واحد وقع صار في وجع بظهره، نام نومي غلط صار في ألم بظهره، هذا بتميز تماما عن شيء اسمه مرض الديسك اللي بنحكي. وشيء تاني اللي كتير بتخربط الناس فيه انه هو ألم العصب الوركي او التهاب العصب الوركي. دكتور، اليوم ضمن صباحنا وضمن الفقرة بدنا نضوي أكثر على التطور بهذا النوع من الإصابات، وعم نشوف هيك شوية فيديوهات عن استئصال الديسك بالتنظير. خلينا نحكي عن هذا التطور وإيمت نحن نلجأ له. أنا حقيقة لك هو العلاج الجراحي لمرض الديسك يعني بياخذ نسبة قليلة جدا جدا من المرضى اللي بيصير عندهم انفتاق. ليش؟ أول شيء عندنا نحن درجات من الانفتاق، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، وهذا الموضوع محدد للأطباء ليحددوه حسب الصفات الشعاعية والسريرية. وحتى نقول أنه هذا المريض بحاجة لعمل جراحي أولا، بدنا يكون متوافر فيه عدة شروط، أو المريض وصل لعدة نقاط معينة لحتى نقول هذا المريض استطباب للجراحة، يعني هذا المريض نحوله للجراحة. ونحن بنعرف أنه هذا الموضوع غير شعبي، يعني ما حدا بيسمع بيقول له انه نحن بدك عمل جراحي بيكون سعيد او بيكون راضي، حتى بيتخوفوا من نتائج العمليات طبعا، لانه في خوف وكثير مقولات شائعه مغلوطه حول هذا الموضوع انه ممكن يصير شلل او شيء اذا في حال كان في جراحه، وحتى انه ما بنستفيد، او حتى جارتي عملت العمليه وما ارتاحت وليك هذا فلان عاد العمليه وهذا عمل العمليه وما قدر يمشي. فاذا هون نحن ما بنحول المريض إلا بعد ما يكون وصل لمرحلة معينة. أول شيء أنه ما عم يستفيد عن المسكنات، ودائما نحن بننبه أنه المسكنات خطر على الجسم وأثار الجانبية أكبر بكثير من أي خطر العمل الجراحي. الموضوع نسب، بجوز نحن ما نحس فيها، بس بالطب بجمع النسب نحن المسكنات على المدى الطويل إلى أثار جانبية أكبر بكثير من أنه نتعرض لعمل جراحي. اثنين، يصير في أذية بالعصب، يعني يصير في ضعف بالعضلة، ولازم نعرف أنه أذية العصب غير عكوسة، يعني لما منصلح المشكلة أو منستأصل الديسك أو منحاول نرجع نصلح العصب ممكن العصب ما يتحسن. فنحن هون عم ننقذ العصب، العصب اللي هو مثل شريط الكهرباء، إذا انقطع ما رح يرجع ينوصل. نحن مشبهه هيك، طبعا هذا مصطلح غير طبي بس نحن عم شبهه لحتى الناس تفهم عن شو عم نحكي. الثلاثة، في حال كان الألم شديد وعائق للعمل وما عم يستجيب لأي مسكن، يعني بالرغم أنه عم يأخذ مسكن المريض متألم بشدة، ونحن شفنا بالموجودات الشعاعية في فتق نواة لبية شديد وضاغط على العصب، هون نحن لازم نحول المريض على الجراحة. هلأ تقنيات الجراحة عبر الزمن تطورت. أول شيء كان عنا العمل الجراحي التقليدي واللي بيتضمن انه حتى نجرف القطعه الغضروفيه الباقيه ضمن الحلقه، انا عرفتها بشكل تفصيلي حتى تفهم الناس الفرق بيناتهم. اثنين، نحن العمل الجراحي المجهري بيعتمد على شق صغير ودخول عبر المجهر بمساعده المجهر، ونستأصل هالقطعه الغضروفيه اللي وصلت فقط على العصب، يعني هي فعليا تحرير للعصب او ازاله الضغط عنه طبعا. والشيء الثاني هو استخدام المنظار، الدخول بالمنظار
وكمان تحرير العصب وسحب القطعة مثل ما رح نشوف بالفيديو اللي عم ينعرض. وآخر شيء هلا التقنيات الجديدة هي استخدام إنه نقدر نعطي مادة أو طريقة معينة لحتى هذا الغضروف ندوبه من دون ما نستأصله، ندوبه في مكانه. هلا هون بهي الطريقة ممكن نحقن مواد كيماوية عبر قساطر معينة، مندخل قسطرة معينة لهي المنطقة ونعطي مادة كيماوية، أو هي القسطرة بتكون هي عبارة عن حامل ضوئي لضوء الليزر، وبالتالي الليزر لما منطبقه على الغضروف نحن بنعرف أي بروتين بتعرض للحرارة، مثل ما بنتذكر بدروس الفيزياء إنه الشعر إذا عرضتيه لحرارة بينكمش، أو أي بروتين تعرضيه لحرارة مع الزمن بينكمش والحرارة العالية، بالتالي الغضروف وقت منعرضه للحرارة بتقنية الليزر كمان بينكمش. هلا اللي أنا بدي أقوله هون كتير لازم الناس تنتبه عليه، لكل طريقة من هالطريق فوائد وآثار جانبية. يعني ما في طريقة تميز عن طريقة حسب الرغبة، ما هنن أوبشن حسب الرغبة، هنن بيرتبطوا بطبيعة الفتق النواة اللبية اللي عند المريض، بالاستطباب اللي إجا لعنا، يعني ليش ما نعمل لك عملية وشو عندك؟ هي بالعامة هدول بيحددوا شو التقنية الأفضل للمريض وشو هي الأخف. كتير بنسأل سؤال إنه أنا إذا عملت هالعملية يعني خلص برجع طبيعي، ما عاد يرجع لي مرض الديسك؟ كتير بنسأله هذا السؤال. هلأ هون لازم ننتبه لشغلة إنه نحن عم نحرر العصب، ما عم نعالج النسيج الغضروفي العظمي اللي صار فيه المشكلة، لأنه هذا خلص صار فيه إصابة، صار فيه تمزق. الجسم ممكن يرمم نفسه وممكن لا، وممكن مع جهد تاني تخرج قطعة تانية بنفس المكان أو بغير مكان، لأنه نحن في شيء اسمه مرض وفي شيء اسمه زمن وفي شيء اسمه آلية، نحن فقط عم نحرر العصب، أما مع الزمن ممكن هاي الآلية ترجع تتفعل من جديد ويصير الإصابة سواء بنفس المكان اللي صارت فيه أول إصابة أو بمستويات تانية أو بجهة تانية. مشان هيك دائما نحن بنربط أنه العمل الجراحي بكل تقنياته هو حل لموضوع انضغاط العصب، في تعليمات خاصة بده ياخذ المريض بعدين لحتى يحافظ على نفسه من النكس. تمام دكتور، يعني خلال حديثك كنت عم تحكي عن العلاج بالليزر، شو أفضل اليوم العلاج بالليزر أم بالتنظير؟ يعني ممكن يمشوا مع كل الحالات معينة؟ شو ممكن يحقق نتائج أفضل؟ هلا الحقيقة أنا قلت إنه كل حالة، كل مريض هو حالة، وتقديره يعود للطبيب نفسه اللي عم يفحصه ويقرر هذا الجراح. مع التقدم بالعلم حقيقة يعني موضوع التنظير وموضوع الليزر صار بيغطي نسبة كبيرة أو مساحة كبيرة من الإصابات ممكن نعالجها عن طريق التنظير وعن طريق الليزر. هلأ تقنية التنظير تفرق عن الجراحة بعدة ميزات. أول ميزة أنه بدة العمل الجراحي أقصر، اثنين كمية النزف المتوقعة أقل بالعمل الجراحي أثناء الجراحة. يعني نحن أثناء استخدام المنظار نحن بنوفر وقت، بنوفر كمية نزف. ثلاثة ممكن نحن نشوف العناصر العصبية مثل ما لكم شايفين، أو إذا بدك تنعرض على الفيديو شوف هذا دكتور تنعرض العناصر العصبية والسحايا والقطع الغضروفية اللي طالعة، ممكن نحن نشوفها بشكل أدق وأوضح، وهذا بيعطي أمان أكثر للمريض. نسبة أنه المريض يرجع لحياته العادية هي أسرع، يعني بقاء المريض في المشفى بعد الجراحة ما بيتجاوز الساعات، بس تخلص من آثار التخدير ممكن يخرجه، بيمشي بنفس اليوم، بيرجع لحياته الطبيعية، نحن بنسميها النقاهة تبع المريض بعد استخدام المنظار هي أقل، ممكن يرجع خلال أسبوعين لحياته الطبيعية. هي بتفرق عن الجراحة بشكل كبير، وبتهمهم للمرضى أنه نحن ما تعرضنا لإجراء راض، لإجراء مؤذي للظهر بشكل كبير أثناء الجراحة. طبعا الليزر الموضوع كمان بيختلف، بس اللي بيفرق بين الليزر والتنظير أنه الليزر ممكن إذا القطعة الغضروفية بعيدة، يعني طلعت من مكانها وهاجرت أو انفتقت وتحركت لمكان بعيد، ما يقدر الليزر يعالج هذا الموضوع، لأنه الحرارة ما ممكن تنطبق قريبة من العصب، ممكن تأذي للعصب نفسه، بينما التنظير ممكن يساعدنا بهي الحالات ونستأصل هذا الموضوع.
وبيبقى طبعا اكيد العمل الجراحي التقليدي بيبقى هو قبل الجراحات او قبل الطرق التداخليه كلها، يعني ممكن يستخدم باي لحظه، ممكن اثناء التنظير ما تساعدنا التقنيه انه نحل المشكله بشكل كامل فنكمل الموضوع بالطريقه التقليديه. طيب حكيم، خلينا نحكي عن تقنيه استئصال الديسك بالتنظير. اليوم خبرنا عن الحالات اليوم اللي خضعت لهيئه التقنيه، كيف كانت النتائج وبعد فتره النقاهه مثل ما وصفتها حضرتك، كيف المريض يعني رضيان عن النتيجه؟ هل رجع لحياته الطبيعيه بشكل كامل؟ وكان في مراجعه لحضرتك اكيد لتشوف الحاله او تقيمها. هلا الحقيقه لكن احنا عندنا يعني الاجراء هذا طبق لمئات المرضى وفي دراسات خاصه طلعت من مشافي الجامعه، بس نحن اللي بدي اقوله انه التنظير بهي الطريقه اعطانا نتائج جيده على المدى البعيد بشكل ملحوظ، وهو حقيقه حتى بالنسب الاحصائيه ما فرق بالنتائج عن الجراحه، ولكن اللي فرق هو انه الالم ما بعد الجراحه اقل، نسبه العوده الى العمل اسرع، الاستشفاء اقل، يعني نحن ما ضروري نحط المريض بعد العمليه 3 أيام بالمشفى او يوم كامل، لا فيه بعد 2-3 ساعات يرجع على عمله. في مشكله هون دائما انه نحن بينقل، نحن عم نحرر العصب ما عم نفضي الديسك نفسه الطبيعي اللي موجود في مكانه، نحن هذا ما بنستأصله، نحن عم نشيل قطعه غضروفيه طلعت من مكانها، هي اللي نحن عم نسحبها ونطالع من المكان مشان ما تضل ضاغطه على العناصر العصبيه. هذا بيؤدي لأنه مع الوقت أنه ممكن تطلع قطعة غضروفية تانية من نفس المكان من الشيء البقيان جوا. أي طبعا ممكن بجراحة نحن منشيل القطعة البقيانة جوا. هون بدي ميز لك بشغلتين، بالجراحة ممكن تخف نسب النكس، يعني أنه يرجع يطلع ديسك بهاي المنطقة بتقل، ولكن هذا إجراء راض على المنطقة بيأهب لأنه يصير في آلام أشد، ليصير انقراص بالمسافة لأنه نحن عم نشيل هالقطع الغضروفية اللي هي إلى وظيفة معينة، اللي هي إلى وظيفة معينة تفصل بين الفقرتين، نحن عم نستأصلها بشكل كامل وعم نترك كل الضغط على العناصر العظمية والأربطة من دون ما يكون فيها الوسادة الحامية بيناتهم. بالتنظير نحن لا، نحن نشيل بس القطع اللي طلعت ومنترك الباقي بمكانه على أمل يصير في تليف وترجع تستعيد هي جزء من وظيفتها، مو كل وظيفتها أكيد، جزء من وظيفتها وتساعد المريض أنه يعيش بحياته. إذا بنشوف أنه في لها ميزات، لها سلبية واحدة، بس هي السلبية حاليا بالعالم هي الاتجاه أنه لا نحافظ على النسيج الغضروفي وما نستأصله إلا في حال الضرورة الشديدة. طيب دكتور، بالنسبة لديسك الرقبة وديسك الظهر ممكن تختلف طرق العلاج أو التقنيات نفسها ممكن تتبع؟ هلأ الحقيقة لك الديسك الرقبي طريقة التنظير ما لقيت شعبية كبيرة لأنه أساساً نحن الجرح التنظيري أو الجرح المجهري، يعني الديسك الرقبي دائماً يجرى عن طريق المجهر، ما بيجرى بدون استخدام مجهر، الاثنين قريبين لبعض والاستشفاء واحد، طريقة الدخول من طريق المنظار في العمود الرقبي هي بتحمل مخاطر معينة، فبالتالي ما لقيت الشعبية بالرغم من وجود هاي التقنية. طيب دكتور، كونه ذكرنا بالمقدمة انه هو ممكن يكون وراثي وممكن يكون حسب طبيعة العمل والجهد للشخص اللي عم يبذله اثناء العمل، اليوم حضرتك من خلال خبرتك يعني شو اهم شيء المفروض نحن نتقيد فيه؟ وهل اليوم بعد الإصابة يعني قبل ما نروح لكان التنظير او الجراحة نحن عم نخضع لكورس ان كان علاجي عن طريق الأدوية عن طريق الإبر واحيانا للمعالجة الفيزيائية، يعني هدول ممكن ما يوصلونا للعمل الجراحي او التنظيري او حسب كمان اكيد حسب الحاله وتطورها؟ اول شيء لك هلا اسباب وخروج الماده الغضروفيه بدنا نعرف شغلتين، هي فلسفه كثير ضروري الناس تفهمها واي مريض حتى اجى لانه نفهمها. جسم الانسان هو ماده، وان هي الماده عم تتعرض لضغوط سواء بالجهد بالشغل بالتعب بطريقه الوقفه بطريقه القعده عم تتعرض لضغوط. طبيعه هي الماده نحن بناخذها من اهلنا كوراثة، طبيعه الضغوط اللي بنتعرض لها نحن بنكون صاحبين القرار فيها. يعني الانسان اذا عنده بنيه قويه
بديته قوية كوي راسي من أهله. نسب الكولاجين مرتفعة، إذا بدنا نحكي علم ممكن نقول نمط أنواع ألياف الكولاجين ونمط أعدادها بالمساحة، ولكن اللي بدنا نختصره نقول بنية اللي ورثها من أهله إذا كانت قوية فهي بتتحمل ضغوط ووضعيات خاطئة أشد من غيرها. وجود أمراض تانية ممكن يساعد مثل هشاشة العظام، مثل واحد عنده ربو بياخد كورتيزون مدة طويلة، فهذا الزلمة عنده هشاشة عظام وعنده إصابات رباطية شديدة بسبب استخدام الكورتيزون مدى طويل متوقع. في شغلات ما بنقدر نتحكم فيها هي العمر. أي مادة أو أي عضو بجسم الإنسان مع العمر بده تظهر عليه علامات الشيخوخة، ونفس الشيء النسيج الغضروفي أو العظمي. لأنه ليه؟ لأنه هذا النسيج رح يفقد المي، رح الماء اللي موجود فيه، فرح يتعرض ل بنسميه بين قوسين نشفان أو التجفاف مثل ما قلتي. وبنفس الوقت بده يفقد الآلية تبع التجديد، إنه كولاجين تخرب نرجع نبني كولاجين جديد ونحافظ على المرونة تبعه. هذا الحكي كله بيؤدي لظهور هاي الإصابات. دائما بالعلاج الهدف واحد، تحمي النسيج العصبي اللي محتويه العمود الفقري، نحميه من الأذيات لأنه لا يجدد ولا يصلح بعد بعد الإصابة. اثنين، نحافظ على حياة الإنسان بدون ألم وبدون إعاقة. فنحن أول شيء بنكون علاج محافظ مع علاج السبب. فعلاج السبب ما بيكون فقط بالعلاج الأدوية، نحن ممكن نحول لعلاج فيزيائي، لطريقة تمارين رياضية معينة، لا نحاول نعالج الإنسان. وهذا بيشمل أكثر من 95% من الحالات اللي بتنحل عن طريق الطريقة. بس ولكن مريض عنده آلام مزمنة شديدة معيقة لحياته، لا تستجيب للمسكنات، أو هو مضطر كل يوم يأخذ مسكن، هذا إنسان لازم نفكر في طريقة تانية لعلاجه. واحد، أو ندور إنه في سبب نحن ما عم نعالجه. اثنين، صاير عنده أزية عصبية، يعني مريض عنده هبوط قدم، القدم عنده ما بتتحرك، فهون نحن نفكر وين الأزية الموجودة ولازم نحلها بسرعة قبل ما يتموت العصب بشكل نهائي. يعني بس ما تموت العصب حتى لو حلينا المشكلة ممكن ما يتحسن المريض. طيب دكتور، هون بدي أسألك، ممكن يظهر الديسك عند الشخص بدون آلام؟ يعني اليوم كثير من الأشخاص ما بيعرفوا إنه عندهم ديسك لأنه ما عم تظهر الأعراض، ففي ديسك مؤلم وديسك لا؟ الحقيقة لك انفتاق المادة الغضروفية عبر المحفظة بده يساوي له ألم. قد يكون ألم قطني فقط، ما ينتبه إنه والله تشنجت، والله قاعدة غلط فصار عندي هذا الموضوع، أو شلت شغلة تقيلة وجعني ظهري يومين ومشي الحال. صحيح. هلا لما بتلامس القطع الغضروفية اللي انفتقت العصب أو بتضغطه أو لدرجة معينة، الجسم بيعطيك الآلية الألمية لينبه إنه في مشكلة خطأ هون. فنحن ممكن نصور الإنسان مرنان ونلاقي فيه تبارزات أو فيه فتوق نواة لبية بسيطة خفيفة لمتوسطة بدون ما يحس الإنسان عليها، وهي لا تعالج. يعني مريض، ليش نحن بنقول القصة السريرية وربطها مع المريض؟ لأنه نحن ممكن المريض يكون عنده ألم بسبب بحصة كلوية وصايبه ألم بظهره، وأحد الأطباء طلب له مرنان وشاف فيه ديسك. إذا لم يكن هناك أعراض عصبية واضحة، هذا الإنسان لا يعالج هذا التشخيص تبع الديسك، لا، من ندور على سبب تاني، سواء كانت بالكلية ولا بالأحشاء المجاورة. بس الألم بأسفل الظهر هو شيء أساسي دكتور؟ بكل مرضى الديسك لا، أحيانا كثير بيجينا ألم فقط ألم عصب وركي، والسبب بيكون وجود فتق نواة لبية. وإذا مندقق بالقصة منلاقي إنه المريض وجعه ظهره لمدة يوم أو يومين وراح بعدين، وبعدين تظهر الألم فقط بألم برجله. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص اللي عندهم أمراض. في أشخاص كتير عندهم أمراض بغض النظر عن التسميات، اليوم هم غير قادرين للجراحة، إن كان بالتنظير أو كان بالجراحة. شو هي أهم الأمراض اليوم اللي بتمنع الشخص أنه يدخل غرفة عمليات أو يكون تحت تقنية التنظير؟ الحقيقة لك أمراض اللي بتتعلق بموضوع القلبي والتخديري بشكل أساسي، وهي بتمنع الإنسان أنه يتعرض لهي الجراحات لأنه فيها خطورة عالية. اثنين، عندك الإجراءات، الأمراض الدموية اللي بتزيد من كمية النزف، هون كمان لازم ندير بالنا بشدة على هذا الموضوع. والأمراض الصدرية اللي ممكن تتفاقم بحال تعرض المريض للتخدير. هلا كون هاي الإجراء غير راض، يعني قدرنا نحن نقوم فيه تحت التخدير الموضعي،
يعني ما نضطر لتخدير عام بالرغم من الإزعاج تبع المريض إنه وضعية المريض أثناء الجراحة بتزعجه، بس بالرغم من هيك في كتير مرضى عنا كانوا عندهم مشاكل تخديرية منعتنا من التخدير العام، فقمنا بإجراء هذا الموضوع تحت التخدير القطني اللي هي إبرة بالظهر اللي معظم الناس بتعرفها، أو بالتخدير الموضعي مع استخدام منوم لنوم المريض بدون إجراء تخدير عام. بالتالي كتير نسبة قليلة اللي حالة العامة للمريض أو الأمراض العامة للمريض اللي بتمنعنا من إجراء هذا الإجراء للمريض. صحيح دكتور، يعني يوم كمان بعض الناس بيعتمدوا على المرخيات العضلية، يعني أكيد هي ما بتعالج بشكل عام لكن ممكن تخفف من الألم، شو أهميتها؟ على الحقيقة لك المرخي العضلي بنستخدمه في حالات تشنج العضلي، حالات العادية بالفتق النواة اللبية بيكون في تشنج عضلي، بس هذا التشنج عضلي ردة فعل لفعل. ليش بيصير تشنج عضلي شديد؟ بيصير تشنج العضلي الشديد بسبب انه الجسم عم يحاول يمنع هالفقرتين يتحركوا مشان ما يزيدوا من كمية الانفتاق اللي خارج من المنطقة الغضروفية او من المسافة القرصية بيسموها او الديسك، بتشنج محان مريض ما يتحرك حركة يزيد من الكمية او يزيد من ضغط القطعة الغضروفية على العصب، فهي آلية دفاعية. بس مثل كل آليات دفاعية تبع الجسم في بعض الحالات من شدتها ممكن تأذي المريض وتزيد من الأذية، فبالتالي نحن نستخدم المرخيات حتى نخفف منها، بس بنفس الوقت بنمنع المريض من الحركة ومنخليه يلتزم بالراحة بالسرير. دكتور اليوم هيك نسبيا مين أكثر الإصابة، النساء أو الرجال؟ هلا الحقيقة معظم الإصابات بتكون بالعنصر النسائي. ليش؟ لأنه المريض النساء أول شيء عندنا موضوع الحمل والولادة. صحيح. وكثير ناس ما بتعرف أنه أثناء الولادة في نوع من أنواع الهرمون اللي يفرز لتوسع الحوض، فهذا بيأثر على الأربطة وتمططها. الحمل بحد ذاته بيستهلك مخزون النساء من الفيتامينات والمعادن وهن أكثر عرضة لهشاشة العظمية، بالتالي نحن بنشوف هاي الإصابات بشكل أشيع عند المتقدمين بالعمر من العنصر النسائي. هلا الديسك اللي موجود بشكل عند الشباب معظمه بيكون عند الذكور لأنه هن بتعرضوا لأعمال شاقة ومجهدة وحمل الأشياء الثقيلة بنسب أكبر من النساء حتى الآن. طيب دكتور شو نسبة نجاح استئصال الديسك بالتنظير؟ هلا هون الكلمة لازم ندقق عليها، في كتير هذا السؤال بنسأله. هلا نحن الشائع عند الناس لما بتقولي كلمة نسبة نجاح انه نحن بدنا نعمل العملية نستأصل الديسك نرجع مثل ما كنا وقت عمرنا 20 سنة. ما رح نرجع دكتور. هذا الحديث خطأ. نحن الديسك بالتنظير او اي عمل جراحي لاستئصال الديسك هو الهدف منه تحرير العصب بدون أذيات للعصب، بدون اختلاطات تتعلق بالالتهاب أو تتعلق بالتخدير. إذا نسبة النجاح أنه نقوم باستئصال الغضروف المنفتق مع تحرير العصب بدون أذيات أو اختلاطات بتفوق 98%. هلأ الناس بتقلك إيه بس أنا عملت عملية ورجع عندي الديسك. هلأ نسب النسك أسباب النكس ونسبة بجسم الإنسان هي 30% أول 5 سنين، يعني تلت المرضى اللي عملوا عملية ديسك خلال أول 5 سنين ممكن يعانوا من انفتاق سواء جراحي أو لا، يعني ما شرط يعيد العملية بس هو بيرجع بيجي فتق مرة تانية، هنن التلت تقريبا. فهذا الحديث طبعا نسب النجاح هي العلاقة بأنه نحن نقدر نستأصل القسم الغضروفي ونحرر العصب ونحل المشكلة اللي موجودة حاليا هي 98%. لحتى نحميه من النكس في تعليمات معينة وإجراءات معينة لازم يعملها لحتى ما يرجع يتعرض أو ينحط العمود الفقري تبعه بهذا الموقف مرة تانية ويصير في انفتاق غضروفي مرة تانية. دكتور ذكرت الفيتامينات، اليوم قديه مرتبطه اليوم نسبه الفيتامينات باجسامنا بالموضوع العصبي؟ ونحن بنشوف دائما من ضمن كورس العلاج فيتامين ب، قديه اليوم العلاقه بيناتهم؟ على الحقيقه لك الفيتامين ب هو الاسطوره اللي موجوده ببلدنا، يعني نحن اسطوره يعني يعني بمجتمعنا نحن بتتفاجئي برا انه ما حدا بيستخدمه بهذه الطريقه. نحن عندنا استخدام عشوائي ومكثف بدون اي هدف. هلا
وحتى نقلناها يعني حتى هلا رفقاتنا باوروبا صاروا يتفاجئوا انه نحن بلشنا ننقل هي الثقافه تبعنا. الموضوع الفيتامين بي بي وبي 1 بي 6 بي 12 هو مغذي للعصب. اذا بدنا نبسط الموضوع مغذي لغمض العصب، هو جزء يعني ماده يستخدمها الجسم لبناء غمض العصب الميلانين اللي بيغمد الالياف العصبيه. كثير بفيدنا بحالات نقصه بيعطي اعراض ولازم يتعوض. شو اعراضه اليوم لحتى عندك الخدر والنمل هذا كثير ضر شائع. اثنين ممكن يعطيني الام ببعض الحالات، الام عصبيه على مسير الاعصاب اللي صاير فيها اصابه. اثنين ممكن يعطيني اعراض عصبيه مركزيه يعني حتى مشاكل بالدماغ بسبب نقص البي 12، وان كان نادر انه نحن نوصل لهي النقطه، نادر جدا. مريض بيجيني بخدر وتنميل خفيف ونحن حتى بهذا الزمان بهذا الوقت المريض بس ما حس بشويه تخدير بسيط بيكون راح اخذ كورس فيتامينات اعصاب عن طريق الصيدلي وما عاد نشوف الاعراض تبع نقص البي 12 قليل كثير. اما انا المشكله انه استخدام البي 12 لالام الاوتار، يعني مريض عنده التهاب اوتار، تمزق بالعضله، تمزق بالوتر بسبب حمله غلط، بسبب طريقه رياضيه غلط، بسبب طبيعه شغل خاطئه، مثلا بيستخدم عضلاته بطريقه خاطئه صار في تمزق اوتار، فبالتالي بتلاقي استخدام فيتامين بي 12 لترميم العصب اللي هو سليم. هلا احيانا بمرضى الديسك في دراسات معينه بتصير فيها انه بتقول انه البي 12 او المركبات البي بتساهم بتسكين الالم، واحد. اثنين بتساهم بحمايه العصب من الضغط المزمن الشديد. نحن مع بس نحن ضد استخدام العشوائي المديد بدون هدف. طيب دكتور، في اشخاص يعني انا بعرفهم بارض الواقع انه هم كل 6 شهور بدون وصف الطبيب وبدون بيروحوا بياخذوا 6 ابر عند الصيدلي انه هات كورس كامل، انه لسنه كامله ما بقى في وجع ظهر، ما في وجع اعصاب. يعني هو نتيجه الفهم الخاطئ. ابر الكورتيزون كثير بيساهم فيها كمان، حتى يعني بتلاقي باليوتيوب ما هو الفيتامين الساحر الخارق لتقوية العضلات والأعصاب، تدخلي بتلاقي كاتمين على البي 1 وبي 6 وبي 12. نحن دائما بنقول انه انت اذا عم تستخدمي هذا الفيتامين لتغذية جسمك هو يحل بالماء، فبالتالي يطرد اثناء مع افرازات الكلية والبول ويطرد الكميات الزائدة، بس نحن ما لازم نرهق الكلية فيه. صحيح. فمنشان هيك هو ما له خطر وحوافه الامان او هوامش الامان له واسع، وهذا الشيء بيريحنا. بس ولكن استخدامه نحن المشكله عندنا صار شماعه تعلق عليها كل الامال، يعني انت بدك تستخدميه لعلاج فتق نوالب بيها وبلشت الرجل يصير فيها شلل، نحن عم ناخذ بي 12 ما راح يحل المشكله. لا مانع ناخذ البي 12 وبي 1 وبي 6 بس ندور على الاسباب الثانيه والاليه اللي صار فيها المرض ونحاول نحلها، لانه بمعظمها بتكون اليات عظميه رباطيه بدها حل وليس فقط اذيه عصبيه. وهذا الشيء للاسف غير متواجد وفيه افكار كثير مغلوطه وكثير تصرفات خاطئه احيانا عم تكون مؤذيه جدا للمريض. اكيد دكتور، الحقيقه يعني موضوع كثير مهم وبهمنا اليوم. مثل ما قلنا اليوم نسبه الشباب للاسف صاروا معرضين للاصابه اكثر من الاعمار الكبيره، ومثل ما قلت بسبب استخدامات خاطئه بحياتنا اليوميه. بدنا نشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، والصحه والسلامه لكل حدا عم يشوفنا. اكيد شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات اللي افدتنا فيها. مكملين مشوارنا الصباحي رشا. أما هلأ مشاهدينا لحمص، وخلال زيارتهم مشفى الحسن البطريركي بمنطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي، قدم وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة المتروبوليت أنطونيوس رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو للكنيسة الأرثوذكسية الروسية أجهزة ومعدات طبية حديثة للمشفى. لنتعرف أكثر تفاصيل بالتقرير التالي مع زميلتنا شيرين العلي.
خلال زيارتهم مشفى الحصن البطريركي بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، قدم وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة المتروبوليت أنطونيوس رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قدموا أجهزة ومعدات طبية حديثة للمشفى، من بينها جهاز التصوير المقطعي وسيارات إسعاف حديثة، فضلاً عن المساهمة بعملية تجهيز الملحق الجديد للمشفى والذي سيرفع عدد الأسرة بالمشفى من 50 إلى 130 سريراً، ومن خلال هذا التوسع سيتم تحويل المشفى إلى مشفى جامعي. Всей нашей делегации большая радость сегодня была посетить госпиталь Аль-Хосн. كنا سعداء جدا لزيارة مشفى اليوم. تشارك الكنيسة الروسية روم أرثوذكسي في التجهيز في تقديم التجهيزات أحدث التجهيزات للمشفى. كنت مسرور جدا ليشوف الأماكن وين حطنا أجهزة جديدة وحديثة والغرف اللي يتم اللي تم ترميمها من قبل المساعدة من قبل المساعدين وبالفضل ذلك أصبح المشفي الحصن البطريركي من أحدث المشافي في أراضي سوريا. كنا مسرورين جدا بسمع عن الأجهزة اللي قدمنا لهذه المشفى ساعدت لكثير من الناس. القائمون على المشفى أكدوا على أهمية التجهيزات الطبية المقدمة لدعم عمل المشفى، سيما في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بسبب العقوبات الاقتصادية، ومنها نقص التجهيزات الطبية وصعوبة تأمينها. نحن هلا بصدد إنشاء المشفى الجامعي، يعني في مشروع الجامعة التابعة للبطريركية، وأصدقائنا الروس عم يدعمونا بإنشاء يعني القسم الجديد للمشفى. الفترة الأخيرة تلقينا سيارات، يعني سيارة عناية مشددة، سيارة إسعاف مجهزة بشكل كتير حديث. تلقينا مثل ما شايفين جهاز طبقي محوري، كمان من الأجهزة من أجيال الحديثة جدا. كثير من التجهيزات اللي رفعت سوية العمل المشفى، قدمت خدمات للناس، يعني الناس بالمنطقة استفادوا منها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر كمان من خلال الأيام الطبية المجانية اللي بنعملها بالتعاون مع أطباء الروس. يذكر أن التعاون الطبي والدعم للمشفى ليس الأول ولن يكون الأخير، والذي سيزيد من عدد الخدمات الطبية المميزة للسكان المحليين سواء في القرى والمناطق أو المحافظات المجاورة. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مشفى الحصن البطريركي بريف حمص الغربي. دائما هايتي بيقولوا انه الابتسامه هي مفعول سحري، وهي دائما بتكسر حاجز الجليد بيننا وبين كل الاشخاص اللي حتى ولو شفناهم لاول مره، ودائما احنا بنقول هي صدقه جاريه. اكيد دائما هيك وقت بتبتسمي بوجه الشخص قد هيك بتحسي انه هو حدا لطيف. صحيح. والعكس تماما، يعني وقت بتشوف حدا ناشف، حدا هيك بنقول وجهه ناشف، يعني رشا بتعطي انطباع وتاثير حلو للشخص اللي عم نحكي معه. اكيد بتخلي ترتاحي دائما، ترتاحي للشخص اللي دائما ابتسامته على وجهه. اليوم زميلتنا تيماء مسعود جهزت لنا تقرير عن الابتسامه، خلونا نشوفه مع بعض. الابتسامه جمال في الروح ينعكس ولا يمكن تجاوزه، هي كذرات مليئه بالطاقه الايجابيه تشكل بوابه عبور بين صاحبها وقلوب الاخرين وابواب الحياه ايضا. تبسمك في وجه اخيك صدقه، فكم من ثواب يحمله هذا القول، وكم من فوائد وأهمية تحمله الابتسامة للروح والقلب والجسد. تلعب الابتسامة دوراً مهماً في زيادة الشعور الجيد والتفكير الإيجابي، حيث تحافظ الابتسامة على صحة الفرد النفسي والعصبي والبدني، كما أنها درعاً واقياً من الأمراض النفسية والحياتية، فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء أجهزة الجسم كالقلب والمخ، وتخفيف حدة الأرق وآلام الصداع وخفض التوتر الشرياني. بالإضافة إلى فوائدها على المظهر الخارجي، فهي تقوم بشد عضلات الوجه، ما يقلل التجاعيد وتمنح الوجه الجمال والنضارة.
الابتسامة طريق للنجاح في العمل والثقة بالنفس بين الآخرين، فمن تحلى بالابتسامة كل صباح تحقق له الاستقرار النفسي، مما يعود على عمله وحياته بالنفع. صباحكم ابتسامة. أما هلأ رشا، لمحطتنا الثانية رح نحكي عن اتخاذ القرار من المهارات اللي صارت مهمة بوقتنا الحالي لتصوير ودفع المجتمع للأمام وللأفضل، ما بتقتصر على عمل معين أو جانب اجتماعي مخصص، لكن رشا كل ما تقدم الطفل بالعمر بتزداد المسؤولية تجاهه، لازم ياخذ قراره بلبسه بأكله بتفكيره باختيار الأشخاص اللي حواليه. ويمكن رشا مثل ما حكينا بأولى فقراتنا عن مهارة التواصل، كمان مهارة اتخاذ القرار هي ممكن تكون فطرية أو عند الأشخاص. وأكيد بدها تدريب. اليوم الأهل لهم دور كتير مهم ومفروض يكون إيجابي. اليوم لأنا قدر اسمح لطفلي أنه يأخذ القرار الصح، مفروض اليوم أنا أعطيه خيارات، ما أترك له حرية القرار بهذا العمر. أكيد هو غير مسؤول عن القرارات الصح. نحن اليوم بهاي الأعمار أحيانا بتكون قراراتنا خاطئة، خصوصا إذا كانت مبنية عن العاطفة. أكيد يا رشا، هيك نحن نتعرف اليوم أكثر عن دور الأهل بتربية وتوجيه أطفالهم بهذا الموضوع حتى يهددوا الأهداف بشكل صحيح، مع الأخصائية التربوية راما حمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله هيك بداية يوم عن جد تكون فيه الأهداف محققة وابتسامة دائمة على القلب إن شاء حلوة الله. حلوة الطاقة الإيجابية اليوم راما، هيك بتمشي معنا بطاقة إيجابية حلوة. إن شاء الله دوم هي الابتسامة مشوفة على وجهك وترافقك بحياتك. راما، عم نحكي اليوم عن قصة القرارات، ونحن بهذا العمر مثل ما قلت نحن أحيانا بتكون خاطئة قراراتنا، خاصة إذا كانت مبنية على عاطفة. إذا حدا عاطفي شوي بتلاقي العقل بغيب. فاليوم قديمهم نحن يكون مفهوم اتخاذ القرار عنا واضح جدا، يعني نحن نقدر نميز بين إنه الصح وإنه الغلط. هلا بداية نحن وقت بنتعامل مع الأعمار الكبيرة مع المراهقين بيختلف عن الأطفال. وقت أنا بعلم مراهق أو فرد بالغ بيكون أنا عم بعلمه العملية كاملة، اللي هي عملية إدارية وهي عملية تفكير مركبة بتنطوي على مجموعة من المراحل اللي بتختلف عن مهارة اتخاذ القرار اللي أنا بكسبها للطفل. يعني أنا ما بعلم الطفل العملية كاملة، عملية إدارية هي، يعني حتى الشركات والمؤسسات أحياناً تأخذ قرارات خاطئة وبتتراجع عنها. فكيف الطفل هي مهارة من المهارات الحياتية اللي فعلاً صرنا محتاجين إلى بحياتنا اليومية، لأنه هذا الطفل بالنهاية رح يصير فرد بالغ وبينحط بالحياة الواقعية وبيلاقي حاله أنه غير قادر على اتخاذ القرار. أهم شيء هو وعي الأهل لهي المسؤولية، كيف بده يكسب طفله أو يتيح له مجال اتخاذ القرار. طيب بأي عمر ممكن يعلموا الأهل أطفالهم حتى يأخذوا قراراتهم بالحياة بشكل صحيح؟ هلا نحن غالبا بنترك الطفل نعطيه كل القرارات نحن وبنقرر عنه حتى ابسط الامور اللي هو يفترض يعطي رايه فيها. بدك تاكل تفاحه حمراء ولا تفاحه صفراء؟ لا خضراء احسن لك. تمام، فيها فيتامينات اكثر. ايه بفرض عليه الراي، مع انه هو القرار كثير بسيط، يعني انا ما اعطيته هذا المجال اللي بيخرب لي حياتي او بياثر على حياتي. فأنا ممكن بلش معه من عمر الثلاث سنوات حتى أو قبل، إذا كان الطفل فعلاً بيتميز بالشخصية القوية. هلأ كل الأطفال عندهم قدرة على اتخاذ القرار؟ لا طبعاً، هي الشخصية القوية القيادية تمام، لكن تعليمها وإكسابها بيتطلب التمرين والتدريب أكثر من أمور الشخصية إنه موجودة أو لا. فأنا من عمر السنتين ثلاث سنين ممكن أنا بلش علمه هي المهارة. طيب شو هنن أهم خلينا نقول الأساسيات أو النقاط مفروض أنا أنقلهم لطفلي خلينا نقول هي المهارات اتخاذ القرار ليقدر أنه من خلاله يقدر ياخذ قرارات ولو كانت بنسبة بسيطة أنه صح؟ تمام. هلا انا رح قارن شوي بين العمليه الاداريه اللي حكيت عنها وهي كثير معقده. اول شيء بدي احدد المشكله، بدي اعرف انا كيف بدي اتصرف، بدي احط بدائل، بعدين اختار افضل هي البدائل حسب الظروف والامكانيات المتوفره عندي، بعدين بدي اقوم القرار هل كان صحيح، اتاكد من تطبيقه بشكل سليم. هل يا ترى الطفل قادر على هي الخطوات كلها؟ اكيد لا. لهيك انا بتجه لمثل ما قلنا مهاره اتخاذ القرار. المهاره كثير بسيطه، اول شيء بدي اعرفه شو
شو هو الصح وشو هو الخطأ، شو السلوكيات الجيدة والسلوكيات غير المقبولة. هي طبعا من خلال الحقوق والواجبات اللي أنا بكون مسبقا معلمتها لطفلي، من خلال لوحة حقوق ولوحة واجبات موجودة بحياتنا. وقت بعلمه السلوكات الجيدة والغير جيدة بلش معه أنا أتحاور بشكل صوت عالي، يعني لنفترض أنا بدي نظف البيت ولا بدي أحضر أغراض البيت، فكر بصوت عالي انه هذا الوقت هو مناسب لتنظيف البيت ام احضار اغراض البيت. هم الطفل بينتبه وممكن حتى يعطيكي قرار انه لا هون هلا الافضل هيك. انا بقى هلا بدي بلش معه بمناقشه القرار، ليش هذا الوقت هو الافضل. وقت بناقش القرار ممكن اذا كان رايه خطا انا بقدر هون اتدخل واعطيه الراي الافضل. بعدين بدي اترك له المجال. نحن اكبر الاخطاء اللي عندنا انه نحن ما بنترك طفلنا يجرب كل الامور. يعني انا بخاف على طفلي انه ياخذ مصروفه، بخاف يضيعه. طب خليه يجرب وياخده، معلش ياخده ويضيعه، لانه المره الثانيه ما رح ياخده، تحمل مسؤوليه اكثر. تمام. لانه انا اول شيء بدي اياه انه يكون عنده ثقه بحاله، ثقه بقراراته، معلش يجرب لو كان القرار خاطئ، بما انه ما في اذى لذاته ولا اذى للمحيط اللي حوله فما عندي اي مشكله يجرب القرارات الخاطئه. هي الامور الاعتياديه اللي بيعملها الطفل هي مهاره اتخاذ قرار. يعني انا مو شرط يكون مهاره اتخاذ القرار هي فعلا هي المهاره، انا بدي اللي ورا المهاره. صحيح. اللي هو الحوار الفعال، التفكير الواضح المنطقي، مناقشه النتائج، معرفه مين الصح مين الخطا، هذا الاهم من هي المهاره بذاتها. طيب اليوم الاطفال يعني لما يكبروا بيوصلوا لمرحله مفصليه من حياتهم القرار بس لاهلهم، بنشوف قديش غلط هذا الشيء، وخصوصا يمكن بنلاحظ انه بيلحقون بكل شيء بدراستهم، حتى ممكن يوصلوا لاختيار تخصص جامعي، وهذا كثير بنسمعه اليوم وبنشوفه. تماما، لانه نحن اكبر خطا بنوقع فيه كتربويين حتى قبل العالم، بنحل مشاكل الطفل بدلا عنه. يعني بنتدخل باصغر الامور واكبرها. هلا انا مو مع يعني مو ضد فكره توجيه الطفل، لكن نترك له مساحته الخاصة. يعني مرة أنا بفرض رأيي ومرة هو يعبر عن رأيه، واتخاذ القرار بيعني مشاركة الطفل بالقرار مهما كان القرار. هلأ مثلا نحن بعد شهرين في عنا عيد الأم، فأنا بتجه لطفلي، وكمان الخطأ الأكبر أنه أنا بحط خيارات كثيرة قدامه. يعني بدك برتقال ولا تفاح ولا موز ولا ولا ولا، فهو الطفل بضيع. هون بيضيع. فأنا إذا كنت من بداية عمره لا عم بحدد له خياراته، هو خيارين أكثر شيء قدام الطفل، ممكن ثلاثة، لكن يعني مشان أنا يكون عنده يا أما إيه يا أما لا فقط، يعني ما عنده حلول أكثر من هيك. فأنا هون حددت له مشان ما ضيعه. لما بيكبر لا أنا بدي أترك له مساحة أكبر، طبعا تحت نظري، يعني أنا ما أترك له المساحة الكاملة، لكن معلش يعبر عن رأيه وياخذ قرارات بحياته ويتحمل نتيجة هاي الأخطاء، لكن تحت نظري مع توجيهي. فهو هذا الأهم. دائما الأهل يعني من نابع الخوف والأمومة بتلاقي الأم دائما ملاحقة هذا الطفل، وهذا الجيل يعني هو اللي عم يتخذ القرار، هو اللي عم يربينا بالنهاية. اليوم نحن قدام جيل كتير ذكي يعني وعنيد، يعني قد فينا كتير حالات بتقلك أنا قد ما كنت مع طفلي عم بعطيه خيارات وعم سايره وعم حاوره، ولكن بالنهاية قراره هو اللي عم يمشي. يمكن الأم آخر شيء بدي أخلها بتقول له خلص يعني عمل بدك إياه، بس إنه خلص يعني. يعني قد إيه هاي القصة غلط، يعني قد إيه الأم لازم تكون صبورة، وخاصة مع هذا الجيل. يعني اليوم سمعنا شكاوى كتير من أمهات يعني عم بيعانوا من نفس القصة، هي عنادية الطفل. شو هن الأخطاء اللي ممكن ترتكبهم الأم تسمح لأبنها يتمادى بهاي القصة ويروح لاتخاذات القرارات بشكل عشوائي؟ هلا اهم شيء هو التعليم بالقدوه. وقت انا طفلي بيشوفني عم باخذ القرار بوقته المناسب، وخاصه انه في قرارات بتكون بديهيه يعني بنفس الموقف انا ممكن اخذ القرار، هو بيتعلم بالقدوه. اهم طريقه هي القدوه. ثاني طريقه هي التعليم بالتجربه، انه اترك له مجاله وراحته مثل ما قلنا.
قدر له حجم الوقت، لأنه أنا وقت بده يختار نوع الأكلة أو نوع الثياب اللي بده يرتديها، هي يعني بذات الموقف ممكن ياخذ قرار شو الثياب وشو الأكلة اللي بده ياكلها، لكن قرار حياة شو الرياضات اللي بده يمارسها أو شو الاختصاص اللي بده، هون بقى قرار بده يحتاج لوقت أطول. وقت أنا كمان بعلم طفلي المهارات اللي حكينا عنها والخطوات قبل ما أنا أترك له المجال، هون كمان هذا الصح. الشيء اللي أكبر أنا بوقع فيه، ونحن كتربويين حتى يعني نحن بنحكي وبنرجع بنوقع بالخطأ، طبعاً هي ضغوطات الحياة اللي بتأثر، أنه أنا وقت بيسألني سؤال طفلي مهما كان هذا السؤال محرج أحياناً بمتنع. هذا الخطأ. شو السبب طيب هون؟ أحياناً يعني العادات التقاليد حتى الأديان بتحكمنا. لا أنا مع فكرة أنه يعرف المعلومة مني مهما كانت المعلومة يعني حساسة تماماً، أفضل ما ياخذها من مصدر غيري. فأنا وقت بشبع له حاجته وتفكيره بهي الأمور بيقدر ياخذ القرار الأفضل وبيعرف شو الصح وشو الخطأ. طيب هيك بالنهاية رما بتعطينا نصائح مهمة للأهل حتى ينموا هاي المهارة عند أطفالهم؟ أهم شيء أنه نحن نتبع هاي المهارات اللي حكينا عنها بدون ما نضغط الطفل. أحيانا في أطفال ما بيحبوا اتخاذ القرار، بيحبوا يكونوا شوي اتكاليين على الأهل، هون طبعا ما في مانع يعني، لأنه في حياة ممكن الطفل ما بيحب ياخذ قرار، ممكن يعتمد على أمه بموقف من المواقف. يعني أنا نوع وازن بين الأمور، مرة بترك له الحرية ومرة لا بشاركه باتخاذ القرار وبوجهه. أنا مشان ما ربي طفل اتكالي بعلمه هي المهارات. الأهم أنه أنا أطلع لما وراء هذه المهارة، يعني أنا ما بعلمه مهارة اتخاذ القرار لمجرد المهارة، أنا بدي أعلمه كيف يفكر بشكل فعال، كيف حتى يدير وقته، يعرف أهمية الوقت من خلال اتخاذ القرار. إذا كان كتير مصيري بده وقته طويل لحتى خليه يجرب كمان بالحياة، تمام، بعد عملية تفكير طويلة، بينما وقت بيكون قرار بديهي لا ياخده أيمت ما بده، بنفس الوقت ما عندي أي مشكلة اترك له مساحته يعبر عن آرائه وبشاركه حتى باتخاذ القرارات المصيرية بالعائلة، حتى ما يشعر بالندم وما يشعر أنه هو مظلوم على حساب غيره وقت غيره بيبدي رأيه. هي أهم شيء، حتى يتحمل اليوم خسارة النتائج حتى لو كان القرار غلط، فهو هاي التجربة كمان حتعلمه وحتقوي. تماما. شكرا كثير لحضورك وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، يومك حلو. شكرا كثير لك الأخصائية التربوية رام حمود، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أما هلأ رشا ختام مشوارنا الصباحي، شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا، بقية نهار حلو لكم وبقية نهار حلو لك يا رشا، وإن شاء الله بكرة منلتقى بنفس الموعد مع فقرات وضيوف مميزين. لا تنسوا تتابعونا بكرة، تبقوا بألف خير. شكرا لك هايدي، يومك حلو اكيد ولكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، بقيت نهار حلو لكم، يحمل معه كل الخير وجبران الخاطر، خلونا نقول يا رب، وبكره 9:30 صباحا نحن معكم على موعد جديد وصباح جديد. من هلا لوقتها كونوا بالف خير. باي 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 باي.